مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. أعلنت ثلاث شركات تكنولوجية عملاقة، جوجل ومايكروسوفت وأبل، عن جهد مشترك للاستغناء عن كلمات المرور في مختلف المنصات بحلول العام المقبل. وصادف الإعلان الذي نقله موقع الحرة اليوم العالمي لكلمة المرور الخميس الماضي ليقترب العالم خطوة من أن تصبح كلمات المرور جزءا من الماضي، وستتيح عملية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور المستخدمين، اختيار هواتفهم كجهاز مصادقة رئيسي للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات الرقمية الأخرى، كما أوضحت جوجل في منشور على مدونتها الخميس. وسيكون إلغاء قفل الهاتف بأي شيء تم تعيينه كإجراء افتراضي، مثل إدخال رمز بين أو رسم نمط معين أو استخدام بصمة الأصبع كافيا لتسجيل الدخول إلى خدمات الويب دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور. وسيجري كل ذلك من خلال استخدام رمز مميز فريد من نوعه يسمى مفتاح المرور، تتم مشاركته بين الهاتف وموقع الويب. وتهدف الخطوة إلى تبسيط العمليات على المستخدمين وضمان أن تكون أكثر أماناً من خلال جعل عملية تسجيل دخول مشروطة بجهاز حقيقي. والاستغناء عن كلمة المرور يعني أن المستخدمين لن يكونوا مجبرين على تذكر تفاصيل تسجيل الدخول عبر الخدمات أو تعريض الأمان للخطر عن طريق إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في أماكن متعددة. ونظام بكل كلمة مرور سيجعل من الصعب على المتسللين اختراق تفاصيل تسجيل الدخول عن بعد، لأن تسجيل الدخول يتطلب الوصول إلى جهاز مادي حقيقي. وسيشمل الإجراء المرتقب أنظمة تشغيل أندرويد والآي واي أو الإس ومتصفحات كروم وسفاري والأج ونظام ويندوز والماك. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انشروا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو جديد بحول الله.